السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لست أعلم إن كان صوتي يصل بصورة جيدة. 1 2 3، ستعذروننا. 1 2 3. إذن سأتوجه ربما إلى هذا الاتجاه حتى يصل صوتي بصورة أفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم. ونحن نصل شيئا فشيئا للأسف لختام هذا المنتدى، لكن قبل أن نختم يسعدنا أن نستضيف الآن الدكتور إياد علاوي، رئيس القائمة العراقية الحائزة على الأغلبية أو أغلبية برلمانية في الانتخابات العراقية مؤخرا، والتي لم تسفر لحد الآن المفاوضات بشأنها عن تشكيل الحكومة العراقية، وحتما ستكون أسئلة حول هذا الموضوع للدكتور إياد علاوي. نرحب به دون كثير من الإطالة، ونذكركم فقط بأنه بإمكانكم فعلا طرح الأسئلة على الدكتور إياد حول هذا الموضوع والعديد من المواضيع المتعلقة بالعراق. تفضل. مشكورا. السلام عليكم. حقيقة أود أن أبدأ الحديث هذا اليوم من ما حصل قبل تقريبا 8 سنوات، تحديدا عندما حصل الاحتلال وحصلت الحرب وسقط النظام السابق ودخل العراق في مرحلة جديدة من سفرة وتكوينه، امتدت ودخلنا السنة العام الثامن الآن. عندما حصل الاحتلال حصلت أحداث وأخطاء مهمة، كان من أبرزها هو تفكيك مؤسسات الدولة العراقية، ابتداء بتفكيك الجيش والشرطة والاستخبارات والأمن والقضاء وما إلى ذلك، الذي أدى إلى فراغ إداري وأمني وسياسي كبير، ولم تستطع القوات الأجنبية أن تحافظ على هذا الأمن. وثم تحقق الخطأ الثاني عندما وضع العراق على طريق المحاصصة الطائفية السياسية، والتي نمت للأسف بشكل متصاعد لتواجه ضربة سياسية سلمية في الانتخابات الأخيرة، عندما قرر العراقيون التصويت لغير صالح الطائفية السياسية. وطبعا كان الخطأ الثالث الواضح هو سياسات الأبعاد والتهميش التي حصلت، والتي سميت بسياسات اجتثاث البعث، التي تمت وجرت على أسس سياسية وليس أسس نظامية أو قانونية. هذه الأخطاء للأسف هي اللي لفت الوضع العراقي بعد الحرب مباشرة، وأدت إلى تراكمات عصفت بالوضع العراقي بشكل كامل، وفتحت الحدود العراقية للتدخلات الخارجية سواء من قوى التطرف في المنطقة أو من الدول التي تحاول التدخل في الشأن العراقي، أما حماية لنفسها أو خوفا مما قد يحصل لها، خاصة بعد أن أخذت الولايات المتحدة الأمريكية تصاعد وتصعد التهديدات ضد بلدان المنطقة أو قسم منها. هذه الأخطاء التي ارتكبت والتي بفعل التراكم الزمني أدت إلى مشاكل كثيرة في العراق، وقد ألحقت بهذه الأخطاء أخطاء أخرى أضيفت أثناء السنوات الماضية، منها وعلى رأسها الخطأ المهم في الاستعجال بكتابة الدستور العراقي، والذي كتب على عجالة لم تتجاوز الشهرين أو شهرين ونصف، وهذا من الأمور غير المعهودة في العالم وفي تاريخ العالم، لا العالم الديمقراطي ولا العالم الثالث الذي لا يزال ينمو، أن تكتب دساتير بهذه العجالة وبهذه الطريقة
وفي غياب مؤسسات مهمة، مؤسسات دولة قادرة على حماية الدستور وقادرة على تعديل الدستور وقادرة على الإشراف على الدستور. وهذا أيضا هذا الموضوع بالذات الدستور ترك المجال نتيجة العجالة في كتابة الدستور، ترك المجال مفتوح أمام تفسيرات عديدة وتكهنات تتعلق في صلب وسلامة هذا الدستور. ومنها لابد حضراتكم سمعتم بالفترة الأخيرة من يتحدث عن الكتلة الفائزة هي الكتلة التي تتكون بعد الانتخابات وليس الكتلة التي تفوز بأكثرية المقاعد قبل الانتخابات. واستأنسوا برأي وليس بقرار من المحكمة الاتحادية العليا. المحكمة الاتحادية العليا شكلت في عهدي عندما كنت رئيسا للوزراء، وشكلت هذه المحكمة وأعطيتها صلاحياتها بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس القضاء الأعلى السيد محمد مدحت المحمود، والذي هو شخص كفوء لهذه المهمة. ولم يكن في صلاحيات هذه المحكمة تفسير المواد المختلف عليها في الدستور لسبب بسيط، هو عدم وجود دستور حينذاك في العراق، وإنما كان هناك ما سمي حينها بقانون إدارة الدولة. وقانون إدارة الدولة ليس دستورا، وإنما كان هو الأب للدستور الحالي الذي نعتمده في العراق. وبما أنه كنت أمتلك أنا كرئيس وزراء السلطة التنفيذية والتشريعية في آن واحد، فشرعت تكوين المحكمة الاتحادية العليا وخصصت صلاحياتها بالاتفاق مع مجلس القضاء. عندما كتب الدستور نصت فقرة من فقرات الدستور على ضرورة تشكيل محكمة دستورية عليا من القضاة ورجال الدين، التي تكون مهمتها هي تفسير الاختلاف في فقرات الدستور إن حصلت خلافات أو اختلافات في فقرات الدستور. هذه المحكمة لم تشكل لحد الآن، وهذا أيضا يعكس فشل المجلس النيابي السابق والفشل الحكومي أيضا في عدم اعتماد مثل هذه التشكيلة، تشكيلة المحكمة الدستورية العليا، خاصة وإحنا نسير على هدى الآن الدستور العراقي. المهم، هذه الأخطاء بجملتها وتراكم هذه الأخطاء عبر مسيرة السنوات الكثيرة الماضية وما حصل في العراق من سياسات أدت إلى نزف الدماء العراقية الزكية بشكل هائل، وإلى تنظيف العرقي والطائفي والمذهبي لمناطق واسعة من العراق، وإلى هجرة كثيفة من العراقيين ومن الكفاءات العراقية إلى الخارج قدرت بمجموعة ملايين، ببضعة ملايين. وهناك أيضا من هجر داخل العراق. هذه السياسات كلها خلقت وضعا مضطربا في العراق يتسم بخصائص مخيفة الحقيقة. الخاصية الأولى هو وجود عناصر عدم الاستقرار في الوضع العراقي بشكل كامل، وعدم الاستقرار في العراق سيكون بالتأكيد مؤذي ليس للعراق فحسب وإنما للمنطقة. المسألة الثانية التي تحققت نتيجة ما حصل في العراق للأسف هو تراجع التنمية وتراجع إمكانيات الاستثمار في العراق. وكما هو معلوم فإن العراق يشكل في إمكانياته يشكل ثروات هائلة يمتلكها العراق، سواء ثروات في البشر في الطاقة البشرية أو ثروات الطبيعية في العراق من نفط وغاز ومياه وزراعة وإلى آخره، مما يكون ويؤدي إلى أن يكون العراق هو لربما من الأثرى دول المنطقة ولربما العالم إذا أخذنا توزيع رأس الثروات على المواطنين العراقيين، يعني بير كابيتا إن أخذنا الموضوع بهذا الشكل. هذه المسألة مسألة تراجع الاستقرار و تراجع التنمية أيضا أدخل العراق للأسف في دوامة من القلق، وأدخل المنطقة في دوامة من القلق. بالتاريخ ليس البعيد، يعني بالخمسينيات القرن الماضي
لعب العراق دورا مهما في استقرار المنطقة عندما كانت الحرب الباردة متقدمة في الخريطة العالمية والأممية، وكانت دول الغرب تحاول أن تحقق يعني اتفاقا لدول المنطقة تكون خط الدفاع الأول ضد الاتحاد السوفيتي ومجموعة الدول الاشتراكية. وكان حين ذاك بريطانيا هي السباقة في هذا الأمر، وعملت بشكل جاد على تحقيق حلف في المنطقة يضم إيران والباكستان والعراق وسوريا وتركيا. وكان هناك اختلافات بين هذه الدول أين يقع وأين سيكون مقر هذا الحلف، وبعد حين من الحوارات تم الاتفاق على أن يكون هذا الحلف في بغداد. ولم يكن اختيار بغداد اختيار عشوائي، وإنما لأهمية العراق، لموقع العراق الجيوبوليتيكي الجيوسياسي يعني الجيوبوليتيكال الموقع المهم، ولأهمية العراق وإمكانيات العراق حصل هذا الحلف وسمي حينها في حلف بغداد، وهذا نشوفه في خمسينات القرن الماضي، وكان حلف مهم وأساسي. وانتهى هذا الحلف بعد أن حصلت ثورة في العراق من القوات المسلحة، أنهت الحكم الملكي وأقامت جمهورية في العراق وانتهى هذا الحلف. لكن على الفترة الزمنية البسيطة اللي عاشها الحلف لابد أن نستذكر أن وجوده في بغداد يدلل على أهمية العراق وأهمية بغداد في المنطقة ككل وفي العالم أجمع. لهذا مسألة ما يحصل في العراق الآن في تراجع وانعدام الاستقرار من جهة، وتراجع التنمية واستثمار الثروات العراقية من جهة أخرى، بدأ يأخذ طريقه للأسف إلى المنطقة، وبدأت المنطقة تعاني من شرور كثيرة ومشاكل كثيرة في صراعات وصدامات أصبحت واضحة على امتداد ساحة الشرق الأوسط الكبير. وأقصد بالشرق الأوسط الكبير هو من أفغانستان وباكستان شرقا إلى الصحراء الغربية غربا إلى الصومال والسودان جنوبا. أنا لا أقول أن غياب العراق وتفتت العراق بهذا الشكل للأسف هو العنصر الأساسي فيما يحصل في المنطقة، هناك طبعا بالتأكيد أسباب أخرى وكثيرة، لكن غياب العراق وتراجع العراق وتراجع الوضع العراقي شجع بكثير وإلى حد كبير تقدم الفوضى في عموم الشرق الأوسط بشكل الحالي. هذا الأمر حقيقة، وإحنا نعرف أنه دولنا كلها مرتبطة ببعضها البعض، يعني ما يحصل في لبنان ينعكس على سوريا، وما يحصل في سوريا ينعكس على العراق، وما يحصل في العراق ينعكس على المملكة العربية السعودية وإلى آخره. فهناك ترابط حقيقي بين بلدان المنطقة، ترابط واضح، ترابط جغرافي وترابط سياسي وترابط ثقافي واجتماعي، يؤدي بالنتيجة أن حصل إشكال في بلد من هذه البلدان فبالتأكيد سينتقل هذا الإشكال إلى البلدان الأخرى. والإشكال في العراق لن يكون إشكالا بسيطا، لأن العراق مثل ما تكلمنا بلد له موقعه وله أهميته وله أهميته وله وضعه في المنطقة وفي العالم. بالتأكيد نحن في الانتخابات الأخيرة صوت الشعب العراقي لقائمة من القوائم التي أنا رأسها. هذا التصويت هو دليل على أن الشعب العراقي يريد أن ينقل العراق من حالة الفوضى التي لفت الوضع العراقي خلال الأعوام الماضية إلى حالة الاستقرار وحالة النمو وحالة صحية للتعامل الإيجابي مع بلدان المنطقة
وأن يعود وتعود هوية العراق بشكلها الحقيقي وهي هوية عربية إسلامية، مع تقدير العراق والعراقيين لشرائح المجتمع العراقية الأخرى وعلى رأسها أخواننا الأكراد والأخوان الآخرين الموجودين في العراق. وطبعا القائمة العراقية أيضا تؤمن بأن الشكل العربي للعراق والشكل الإسلامي لا يعني القومية المنغلقة، وإنما يعني الانفتاح الحضاري العربي على كل الشرائح المتواجدة في المنطقة العربية عموما، والانفتاح عليها يعني التواصل معها وبناء علاقات متينة، وأن تكون جزءا لا يتجزأ من المنظومات الوطنية لمجتمعاتنا. لهذا احنا نعتقد انه هذه المسألة متى ما تعافى العراق ومتى ما تجاوز الأزمة التي هو فيها الآن والأزمة الخطيرة، حينها لابد أن تتداعى قوى الاعتدال في المنطقة عموما إلى رص صفوفها وخلق وتائر واضحة في قلب هذه المنطقة، وتائر التي تؤمن بالاستقرار والتنمية من مجموعة من البلدان التي ممكن أن تتوسع وممكن أن تضم مختلف بلدان المنطقة ليحل محل التوترات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدان المنطقة، وأن يسود التعاون والتنسيق بين هذه الدول، ولكي ينعم شعوب الدول المنطقة بالاستقرار والنمو واستثمار ثروات بلادهم. الحديث طبعا أيها السيدات والسادة يطول في هذا الموضوع، لكن أنا أردكت في إلى تقريبا ما قلت وأقول الآن وأختتم، من أنه إذا أردنا مستقبل زاهر للمنطقة، مستقبل جديد، مستقبل معتدل، مستقبل لقوى الاعتدال الدور الرئيسي ولقوى التنمية الدور الرئيسي في العراق في هذه المنطقة، فلا بد أن تتعافى الوحدات الوطنية لهذه المنطقة. ومن الوحدات الوطنية المهمة طبعا وعلى رأسها هي القضية الفلسطينية والقضية العراقية، وأن لم يصار إلى معالجة هذين الأمرين وهذين هاتين الوحدتين فلن يحصل استقرار أبدا في عموم منطقة الشرق الأوسط الكبير، وسنبقى نلهج وراء الفوضى في هذه المنطقة. شاكرا لكم الاستماع لهذه الكلمات البسيطة، لكن أنا أكون سعيد إذا يسمح الوقت، يعني ما أعرف إذا أي سؤال أي استفسار عن أي قضية أنا جاهز، وكان بودي أن يطول المشوار لأن الكلام عن هذه المواضيع هو كلام مهم ويصب في مصلحة كل شعوبنا. وشكرا والسلام عليكم. عليكم السلام. طبعا كما ذكر الدكتور اياد علاوي، نفتح الان باب الاسئله ونعطيكم الفرصه لطرح الاسئله ان رغبتم في ذلك. نتمنى فقط ان يعرف كل شخص عن نفسه والجهه التي ينتمي اليها ويكون سؤاله مختصرا حتى نتمكن من الاجابه على اكبر عدد ممكن من الاسئله. تفضل الاخ، نتعرف عليك رجاء. لا هذا مو حتى اسمع، ترى انت تسمع بس انا ما اسمع. الدكتور باسل حسين، المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية. بل من المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية في عمان. السؤال الأول، يعني بوصفكم رئيس الوزراء السابق وإن شاء الله اللاحق القادم. السؤال الأول هو، هل تعتقد أن تشكيل الحكومة سيتم وفق صفقة إقليمية؟ سيكون شنو؟ وفقا لصفقة إقليمية. يعني نعم. شلون؟ عفوا مو واضح السؤال ترى. يعني خطة زمنية؟ لا، وفق صفقة إقليمية، يعني تشترك فيها قوى إقليمية تمهد لتشكيل الحكومة. أي. هذه أولا. المسألة الثانية المهمة، هنالك ملف هو ما يسمى ممكن نطلق عليه بمؤسسة الفساد. حقيقة هذه مؤسسة أصبحت مؤسسة فساد في العراق. فما رؤيتكم لو تم تشكيل الحكومة؟ شكرا. شكرا. والله هو يعني شاء الله اجاوب سؤال ولا يعني مثل ما انت اللي انت
نجيب سؤالا على سؤال، تفضل دكتور. الحقيقة احنا نتأمل ان لا يحصل تدخل اقليمي باي شكل من الاشكال، وربما استطيع ان اقول بشكل واضح انه زيارتي انا لدول المنطقة بعضها مو كلها هو دعوتها وشكرها لعدم التدخل في الشأن العراقي، ومطالبتي لها ان تطلب من الدول الاخرى عدم التدخل في الشأن العراقي، لأن كلما زاد التدخل في الشأن العراقي كلما تعقد المشهد العراقي، وكلما تعقد المشهد العراقي كلما سيتعقد المشهد في المنطقة. لهذا احنا حريصين على ان يترك العراقيين بشأنهم وهم يقررون ماذا يجب ان يحصل، ونأمل ان يحصل هذا الشيء، ان يكون القرار عراقيا بحتا. لكن بالتأكيد عدنا أدلة، إحنا ونمتلك أدلة واضحة على تدخلات للأسف من بعض الأطراف في ما يتعلق بنتائج الانتخابات وما يحصل وتشكيل الحكومة، لكن نسعى وبشكل حثيث الحقيقة لمنع هذا من خلال أفهام الدول أنه من ليس في مصلحتها التدخل في الأمر العراقي. قد يتدخل الآن اليوم، لكن على المدى البعيد لن يكون في مصلحة هذه الدول. فنأمل أن يكون القرار بالنتيجة هو قرارا عراقيا. الجزء الآخر من السؤال ترك هذا. مؤسسة ما سماه بملف مؤسسة الفساد. الفساد ما أدري إذا وقتكم يسمح، يعني أنا شخصيا حلت 4 وزارات للتحقيق. 4 وزراء حلت للتحقيق، وطلبت من نائب رئيس الوزراء استلام التحقيق، وقلت له أنه ما يجوز يطلع اسم الوزير أو الوزارة في الإعلام بأي شكل من الأشكال. لكن للأسف وصار التحقيق طبعا، واثنين من الوزارات طلعت نظيفة ما عدا شيء، واثنين منها عندها مشاكل، وأحيلت الوزارتين اللي عندها مشاكل إلى رئيس الوزراء اللي جاء بعدي، وما صارت إجراءات الحقيقة، ما اتخذت إجراءات يعني. لكن نتيجة اضمحلال الدولة ومؤسسات الدولة، ونتيجة قيام التوظيف على أساس المحسوبية والمنسوبية وعلى أساس الطائفية السياسية والجهوية السياسية، انعدمت مسألة الرقابة ومسألة العقاب ومسألة المتابعة ومسألة، فأصبحت بعض العناصر محمية من أحزابها ومن حركاتها ومن جهاتها، فاستشرى الفساد للأسف وأصبح يهدد الوضع العراقي والكيان العراقي بشكل كبير. لكن بالتأكيد إحدى أهم عناصر التصويت الذي حصل أخيرا هو مطالبة من سيأتي في المجلس النيابي الجديد بقطع دابر الفساد بشكل نهائي، وهذا طبعا بالممكن، يعني مو فشي مستحيل أو صعب. نأخذ سؤال آخر، دكتور تفضل رجاء. شكرا. عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات. دكتور، الكل يترقب لقائكم الوشيك مع السيد نوري المالكي، وهناك حديث بربما صفقة وشيكة بين القائمة العراقية وقائمة دولة القانون على تشكيل حكومة ائتلافية بدون عزل الأطراف الأخرى، لكن يقال أيضا ضمن الشائعات أن ربما الاتفاق يقوم على أساس أن تكون رئاسة الوزراء مقسمة زمنيا إلى فترتين، فترة أولى تكون أنت رئيسها وفترة أخرى يكون السيد المالكي رئيسها. هل من تعليق على هذا الموضوع؟ شكرا. شكرا لك. والله احنا اولا العراقية هي حسب مثل ما تسمى العراقية، لا تؤمن بسياسة المحاور ولا تؤمن بسياسة الاجتثاث ولا الابعاد ولا الاقصاء، وبالتالي لا تعقد صفقات مع هذا الطرف او ذاك. هذا اولا، واحنا منطلقين من مسألة اساسية انه هذا العراق يجب ان يكون لكل العراقيين، ويجب أن يقوم على شراكة حقيقية متوازية متساوية بين كل العراقيين من دون أي إقصاء أو من دون أي تهميش. هذا ما إحنا مؤمنين به وما إحنا نسعى من أجله،
وما أني شخصيا أيضا حاولت أن أسويه عندما كنت رئيسا للوزراء، ومن انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية وكتبت مقالات افتتاحية، وحتى في خطابي بالكونغرس الأمريكي انتقدت سياستهم. لهذا الصفقات احنا بعيدين عنها. ثانيا، نحن مع حكومة تضم كل الطيف العراقي، لكن حكومة قادرة على أداء ما عليها للعراق وللمنطقة، وأن تكون واضحة المعالم، محددة ببرنامج واضح يؤدي ما عليه هذا البرنامج من تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق الخدمات اللائقة بهذا الشعب العريق وتعظيم دخول الأسرة العراقية الكريمة المالية. هذا احنا مؤمنين به. بالنسبة للأخ المالكي، احنا في حوار مع دولة القانون وفي حوار مع الأطراف الأخرى، وطبعا احنا طلبنا وانا طلبت شخصيا من 6-7 أسابيع اللقاء مع دولة الرئيس المالكي، وللأسف يعني كان يفترض أن يصير اللقاء يوم السبت الماضي على غداء، لكن اعتذر باللحظة الأخيرة ولربما مجهول، هو رئيس وزراء يعني بالتأكيد، فنشوف إذا أكو إمكانية للقاء آخر. طلبنا لقاء آخر إن شاء الله، بس أطمنك يعني وأطمن الكل أنه نحن لسنا في صدد عمل صفقات، والموقع هو ليس اهتمامنا، يعني ليس اهتمامنا أن نوزع هذا تعاصر رئيس وزراء وهذا مدير عام وهذا وزير، هذا مو شغلنا. احنا شغلنا البرنامج الذي يخدم العراق ويعزز كرامة العراق ويدعو إلى أن يكون العراقي مرفوع الرأس مهما كان ومن كان، من دون تردد ومن دون خوف. نحن لا نؤمن بسياسات التجزئة وسياسات التهميش، ونؤمن أن هذا العراق وكل العراقيين يجب أن يكونوا مرفوعي الرأس في بلادهم. هذا مختصر ما تنادي به العراقية. دكتور خالد تفضل، مايك رجاء. دوان الزويدي. دكتور، السؤال هو طبعا العراق، يعني حسب معرفتي ومعرفتي البسيطة جدا، أن العراق بعد 9 أبريل تحول من دولة مستقلة إلى بلد محتل، هذا ما نعرفه. طيب، وبالتالي البلد المحتل فيه مقاومة وفيه تكتلات يحميها الاحتلال، فأين تضع نفسك أنت في هذا الموقع؟ بلد محتل العراق. ثانيا، العراق تحول من دولة عربية إلى دولة أخرى هي يرأسها الآن رئيس كردي، فكيف أقول العراق إذا كان رئيسه كردي وأقول العراق دولة عربية؟ هاي ما عاد أغنى. وشكرا. دكتور، الاحتلال مو اعتقادك أستاذنا الكريم، الاحتلال قرار مجلس أمن. للأسف هذه من الأخطاء أيضا اللي ارتكبت بالمناسبة، عندما حول مجلس الأمن تسمية القوات إلى قوات احتلال وسموا نفسهم دول احتلال، وكان هذا خطأ ارتكب مندوب من المندوبين في الدائمين للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وصار وتحول الوجود الغربي إلى احتلال. هو واقعا أساسا احتلال، هو من دخله وفككوا الدولة وإلى آخره وكان احتلال، لكن عندما أخذت السيادة أو جزء من السيادة ينتقل، فكان أصراري وشرطي أنه يغير الاسم، اسم الاحتلال، وغير هذا الاسم وصار اسمه المتعدد جنسيات، وأيضا كان وبخط إيدي كتبت أنه هذه المسألة يجب أن يكون لحكومة العراق الحق السنوي سنويا في شهر 12 كانون أول، أن تقرر حكومة العراق فيما إذا تستمر القوات المتعددة الجنسية أو لا تستمر. وطالبت ووضعنا الأسس لإخراج العراق من الفصل السابع، من طائلة الفصل السابع، وتحويله من الفصل السابع إلى الفصل السادس، وهذا كان كلامي أيضا إلى الكونغرس الأمريكي قبل سنة ونص يمكن ميسون أعتقد كنا في الكونغرس، وتحدثنا مع الكونغرس الأمريكي، تحدثت في هذا الأمر قبيل ما يبدأ الحوار على مسألة الاتفاقية الأمنية بين ما سميت الصوفة يعني بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. وعندما وقعت الاتفاقية الأمنية كان لنا 3 اعتراضات
عليها. الاعتراض الأول هو أنه جاهزية القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي للتصدي للمشاكل الموجودة في العراق والتحديات الأمنية الخطيرة التي تلف بالوضع العراقي، وثانيا الخروج من طائلة الفصل السابع حتى يتحقق الاستقلال الناجز للعراق، والثالثة وقلنا لهم للأمريكان أنه هذا انسحاب سياسي، فبالنتيجة احنا بحاجة إلى مسألة مهمة وهي إقرار وثيقة للإصلاح السياسي في العراق. نعم دكتور، دعني هنا فقط عذرا أمارس دور المذيعة حتى أقطع كلامك قليلا. ما قصده الدكتور فواز، ولعلني لقدت ذلك جيدا، بأن ما يوجد الآن في العراق على الأقل وفق مجموعة معينة أو طيف، واسعا كان أو ضيقا، هو احتلال وبدليل وجود مقاومة له. بالتالي هو يسألك عن موقفك من هذا الموضوع. هو موارد أنتقل إلى هذا الموضوع. احنا بس هسه شرحت لك التسلسل مال الاحتلال. فمن أنا وجود المقاومة، أنا أول ما افتحت حوارات مع المقاومة، أنا شخصيا يعني، وافتحت حوارات واضحة مع المقاومة التي لم ترتكب جرائم بحق الشعب العراقي، وكنت ألتقي بهم بشكل مستمر، وكنت أدعو الولايات المتحدة الأمريكية أيضا إلى الحوار مع المقاومة، وفعلا هذا حصل بوجودي أنا شخصيا وعندي شخصيا، واشتركت أطياف من المقاومة العراقية في العملية السياسية العراقية، وقسم منهم الآن هم في قيادة العملية السياسية، يعني من أنا عندي مشكلة أروح أتوسط عندهم يكونون هم واسطي. فلهذا مسألة هذا الجزء من المجتمع العراقي هو جزء احنا ما نعتقد انه يجب ان يبقى خارج العملية السياسية. احنا دائما نقول انه يجب ان تكون العملية السياسية عملية تجمع كل العراقيين، لا تستثني الا الارهابيين والقتلة فقط. ومن هذا المنطلق احنا العراقية نؤمن بهذا الشيء وعملنا من اجله، ولهذا كنا هدفا واضحا في سياسات الاشتثاث والابعاد. يعني يمكن اذا استمرت الحاله هيك بعد سنه احنا نريد من يدعمنا ويدخلنا بالعمليه السياسيه. حقيقه اذا ما تحصل مصالحه وطنيه بالعراق واذا ما تتعدل العمليه السياسيه لن يستقر هذا العراق ابدا، واذا ما استقر العراق لن تستقر المنطقه. سؤال ثاني كان حول العراق الذي كما قال بأنه كان بلدا عربيا وتحول إلى بلد عربي برئيس كردي. لا بالتأكيد العراق بلد عربي يعني، لكن لا يضر، احنا الأكراد جزء مهم من المجتمع العراقي وجزء أساسي من المجتمع العراقي، وبالتالي أنا كنت من القوميين المتطرفين أنا شخصيا يعني، وكنا نرفض التعامل مع الأقليات بعموم الوطن العربي، نرفض التعاون على أساس الندية، وهذا كان موقف خاطئ ومغلق، والحمد لله الله خلانا نوعى على هذه المسائل، وبالتالي هذه العقد غادرناها، وغيري من القوميين العرب غادروها أيضا، وبدأنا نتبنى فكرة القومية العروبة المنفتحة، العروبة المنفتحة وليست العروبة المغلقة التي تؤمن بالتعايش الحضاري والتعايش البناء مع كل أطياف غير العربية الموجودة بالمنطقة، مع الاعتراف بخصوصيتها وقانونيتها وشرعيتها وتراثها وتاريخها وإلى آخره، وأن تكون شريكة حقيقية في المجتمع في الوحدة الوطنية القطرية إن صح التعبير. ومن هذا المنطلق العراق لا يمانع أن يكون له رئيسا كرديا أو رئيسا سنيا أو مسيحيا أو شيعيا، إنما يكون عراقيا، لكن هوية العراق يجب أن لا تسلب. وتعرف حضرتك يعني هو الهوية، هوية بلد لا تحدد فقط من قبل الوزير أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، وإنما تحدد بالدستور وتحدد بالواقع وبالمنطلق يعني. لهذا احنا انا ما نشوف اكو ضرر فيه ولا في تناقض اصلا. نحاول الان ربما الاستماع لسؤال عراقي. دكتور عبد الوهاب تفضل، المايك رجاء اقصى اليمين. شكرا جزيلا. العراقية دخلت الى انتخابات بلافتة واسعة وكبيرة، انها تجاوزت خطوط التقسيم، الفصل الطائفي الاثني،
والمحاصصة، وفزتم وأتيتم بالتسلسل الأول بالنتائج بافتراض أنكم ستشكلون الحكومة القادمة. ليش افتراض؟ نعم نفترض. أنت ترى يا دكتور على دكتور لا، العراقية ستشكل الحكومة إن شاء الله، نتمنى. مو شرط أني أي أحد آخر من العراقية، بس العراقية عندما ستشكلون استحقاقها الديمقراطي والانتخابي، يعني عندما ستشكلون الحكومة سيكون معكم شركاء من القوائم الأخرى. نعم. والقوائم الأخرى نحن جميعا نعلم أن صفتها واضحة، صفتها محاصصة، وهنالك طائفية واضحة، هذا شيء لا يمكن نكران. ثم أن كثير من الموجودين والذين قد يتسللون إلى مناصب مرة أخرى محملين بملفات كبيرة. ما هي الإجراءات التي ستتخذها العراقية لكي توقي العراق من أن يتسلل هؤلاء الناس مرة أخرى إلى كرسي السلطة؟ شكرا جزيلا. والله تدري احنا بالعراقية، يعني حضرتك أستاذنا الكريم، يعني احنا نرفض أي سياسة لتهميش أي عراقي. من حق العراقي أن يؤمن بما يشاء ويعمل بما يشاء، لكن ليس من حقه أن يعتدي على المواطنين الآخرين. ومن هذا المنطلق أنا شخصيا وقفت ضد من حاول الاعتداء على المواطنين العراقيين بقوة. لهذا احنا ما ننتقد القوائم الأخرى أو الأشخاص الآخرين بسبب هويتهم، بسبب موقفهم، وإنما نحن ندعو إلى وحدة المجتمع العراقي وإلى ترسيخ العمل الديمقراطي الحقيقي في العراق، وإلى الانفتاح بتعديل مسار العملية السياسية لتكون ضامة لكل العراقيين بدون استثناء. وعلى هذا الإصلاح للعملية السياسية تقوم الدولة العراقية ومؤسسات الدولة العراقية التي ستكون حامية لكل العراقيين. أنا لا يحق لي أن أحجب رأي شخص يقول أنا أنتمي إلى هذه الطائفة وأنا أريد أدافع عن هذه الطائفة، لكن يحق لي عندما أكون في موقع المسؤولية أن أعاقبه إذا أساء للقانون وأساء للمنطق العام وإذا أساء إلى المجتمع العراقي من خلال تبني لقضايا الإرهاب والقتل وإلى آخره. لهذا من وقفنا احنا ضد اجتثاث البعث، احنا مؤمنين بهذه المسألة، وأنا صديت بقوة لاجتثاث البعث وصديت بعنف، لأن ميزت بين البعث والبعثيين. البعث تجربة حصلت وخلصت، خلص تاريخها راح انتهى. البعثيين هم بشر حالنا حالهم، يعني أكو بيهم الجيد وأكو بيهم اللي ارتكب، مثل ما الآن موجودين ناس أساءوا وناس آخرين جيدين، يعني فلا يجوز محاسبة الإنسان على تفكيره أو قناعته السياسية. يجب أن نضع العراق في الموقع الجديد. أنا أشوف في هذه القاعة الكريمة شخصيات عراقية ربطتني معهم علاقات أخوية متينة، وهم في من العراقيين الأشراف الذين ساهموا في بناء هذا البلد وساهموا في بناء العملية السياسية. ومن غير المعقول مع اعتزازي واحترامي للعزيزة قطر أن يكونوا هنا عوضا عن يكونوا في العراق ينتجون ويقدمون ويؤدون ما عليهم إلى مجتمعهم العراقي. لهذا لا يجوز لنا أن نفرط بالآخرين وأن نحاول إصلاح من يخطأ وأن نعمل على أن تكون هذه العملية السياسية لكل العراقيين. شكرا. سيدة هناك تفضلي. حنا. مرحبا، أنا راح أحول باللغة العربية. اسمي حنا يونس وأنا صحفية بجريدة السودسفنسكان بسويد بمالمو بجنوب سويد. مالمو تعرف المالمو. وبمالمو يوجد كثير من العراقيين، وأول سؤال هو شو هي النصيحة لهم يبقى بالسويد ويرجع إلى العراق ولماذا؟ كنت تنتظر هذا السؤال. وثانيا شو هو الموساد رأي تقدمهم بإيراق؟ شو هو الموساد؟ موساد مساعدة. مساعدة. شكرا. شكرا حنا. طبعا احنا شاكرين للسويد انه استضافت مواطنين عراقيين
بالتأكيد موقع هؤلاء الأخوة العراقيين هو العراق وليس السويد بالمحصلة النهائية، لكن مسألة عودتهم أيضا إلى العراق مرتبطة بتحسن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وحينها بالتأكيد سيعود العراقيون إلى بلدهم، يعني مع شكرنا للدول التي استضافتهم. بالتأكيد العراقيين شعب غير مهاجر، يعني طبيعة العراقي ملتصق بأرضه، ملتصق بأسرته، ملتصق بعشيرته، ملتصق بوظيفته. فضلا على هذا فإن العراقي ما عنده مشكلة في الحياة العامة الاقتصادية، لأن ما شاء الله العراق بلد ثري يعني، ويتسع ليس للعراقيين فحسب وإنما لغير العراقيين، وثرواته ممكن أن تفيض على المنطقة بالكامل. لهذا أنا أعتقد أنه بالنتيجة سيعود كل العراقيين إلى العراق متى ما تحسن الوضع العراقي ومتى ما تحسنت الأوضاع الأمنية في المنطقة. شكرا. إيران، الشق المتعلق بإيران والموساد. مين؟ بإيران، هي طرحت سؤالاً. إيران؟ نعم. شو إيران؟ المساعدة. مساعدة يعني؟ مساعدة الشعب العراقي. أي مساعدة، ما يعني شو إحنا يعني نساعد اللاجئين، يعني شو المطالب؟ أعتقد دولة رئيس الوزراء راح إلى السويد أو بعث مبعوثين إلى السويد. Do you want the mic? Yeah. يعني في إذا في طلبات معينة مستعدين إحنا نتبناها. السؤال كانت شو هو المساعد؟ يعني the help help you can offer them when they come back to Iraq. There is no help now. Uh-huh. Now there is no help. We don't know. We are not in government. But you know the problem. What type is of help? What type of things you can help with when they come back? Because they come back and have. ما هو نوع المساعدة التي يمكن أن يحظوا بها عندما يعودون؟ نحن نعرف هذه النقطة. لذلك قلت أنه ما أن يتحسن الوضع وما أن يستب الوضع السياسي ويستب الوضع الأمني، عندها أعتقد كل العراقيون سوف يعودون إلى بلدهم الأم. ولكن حاليا هناك حكومة، وتحدثت مع السفير السويدي وهو صديق لي، وأعتقد أنهم يأخذون هذه النقطة بعين الاعتبار مع الحكومة العراقية الحالية. ولكن عندما تشكل حكومة جديدة طبعا من أولى الأولويات هي بجمع وإعادة كل اللاجئين العراقيين إلى العراق لكي يستمتعوا بالحياة في بلدهم الأم، وكي يساهموا أيضا في بناء بلدهم. وسوف نطور خططا لكي نشجع العراقيين للعودة إلى العراق بما في ذلك الخطط المالية. نأخذ سريعا بعض الأسئلة وباختصار لأنه لم يتبقى معنا الكثير من الوقت. تفضل سيدي هناك، نأخذ سؤال من هنا وربما سؤال أخير عند السيدة هناك. شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة. عذرا، أعتذر منك بشدة، السيد كان قبلك. عذرا، تفضل. John Owen, City University. John Owens من جامعة في لندن. دكتور علوي، في آب 2004 عندما انتخبت رئيس مجلس الوزراء لقد أقفلت الجزيرة التي أنت تتحدث منها اليوم، ما كان المنطق وهل ندمت؟ لقد أقفلت الجزيرة في آب 2004، ليس فقط الجزيرة بل العربية كذلك. ما كانت لماذا قمت بهذا الإجراء، وهل كانت إجراءات خاطئة؟ في تلك المرحلة كان هناك مشاكل كبيرة في البلد، وكان هناك سفك دم كثير، وكان هناك نشاطات عنفية كثيرة، وكنت رئيس مجلس الوزراء، وكان علي أن أضع حدا لهذه النشاطات التي كانت تؤدي إلى سفك دم كبير في العراق. لذلك أخذت إجراء ليس فقط ضد الجزيرة والعربية ولكن قنوات أخرى. هذا لا يعني أنني عدو للجزيرة أو عدو لقطر، على العكس. ووضع خنفر صديقي يتذكر عندما كان في العراق كنا نتمتع بعلاقة جيدة جدا، ولكن هذا شيء من الماضي، تخطينا هذه النقطة. الآن هناك سياسة فرق تسد، نحن لا نحب هذه السياسة. نأخذ سؤال من الشاب هنا. شكرا جزيلا. نعم.
سلمان المجدد إعلامي متفرغ. كنت كتبت أنه لمن عجيب المقادير أنه من أغلق مكتب الجزيرة يحاضر اليوم هنا، لكن أيضا من عجيب التقادير أن من كان مديرا لمكتبها هناك هو اليوم مديرا عاما لها. لكن أود أن أسأل إن كان للدكتور إياد علاوي أن يعد بأنه سيكون على أجندته إن أصبح رئيسا للوزراء في الفترة المقبلة، أو حتى كان طرفا قويا في أي حكومة مقبلة، أن يكون في أجندته إعادة افتتاح مكتب قناة الجزيرة هناك، لعلمه الأكيد بأن قناة الجزيرة تحظى بمشاهدة واسعة في العالم العربي، وأن العراق له مكانة كبيرة في العالم العربي يجب أن تغطى كليا. شكرا جزيلا. تؤمر. تفضل. وقد نأخذ ربما سؤال أخير من آخر القاعة. نعتذر لكل من لم يتمكن من طرح أسئلته فعلا لضيق الوقت. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الركن، أستاذ القانون بجامعة الإمارات. أستاذنا الفاضل، بداية بالنسبة للدستور أبو شهرين، هل هناك خطط لتعديل هذا الدستور أو استصدار دستور جديد؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كل الكتل الكبيرة الفائزة تصر على جملة تتكرر دائما، وهي أننا نريد أن نشكل حكومة يشارك فيها جميع أطراف الطيف السياسي. إذا كل أطراف الطيف السياسي شاركوا في هذه الحكومة، فأين هي المعارضة؟ ألا ترى أن مؤسسة الفساد والترهل الإداري الذي حصل في الدولة العراقية سبب عدم وجود معارضة قوية تستطيع أن تحصي الأخطاء التي ترتكبها تلك الحكومة؟ وشكرا. شكرا. الدستور عندما كتب بشهرين أو شهرين ونصف ما أتذكر تحديدا، أنا الحقيقة كنت من الناس اللي أصريت على إضافة مادة إلى الدستور، وهذه المادة كانت حملة الرقم 142 أعتقد، اللي هي أنه هذا الدستور يجب أن يبحث مرة أخرى من قبل المشرع العراقي، وأن يعاد النظر ببعض فقراته، واقتنعت أطراف سياسية بهذا الأمر، وتم الاتفاق على هذا الأمر، وأدرجت هذه المادة كمادة أساسية في الدستور الآن. فإذا باب مراجعة الدستور أصبحت مفتوحة للعراقيين. العراقية من تتحدث عن المصالحة الوطنية ما تقصد بالشعار، لكن المصالحة الوطنية هي أولا الخروج من المحاصصة الطائفية، هي عودة ملايين اللاجئين للعراق، هي إيقاف سياسات الاجتثاث العشوائية، هي مراجعة الدستور. كتاب الدستور جامع موحد للمجتمع العراقي، لهذا موضوع المصالحة الوطنية اللي تندرج تحت طائلة هذا العنوان، مسائل كثيرة منها مسألة الدستور أصبحت مسألة أساسية لكي يستقر هذا العراق، من دون كل الصعوبة الحقيقة أن يستقر. بالنسبة للشق الثاني من سؤال حضرتك، يعني مسألة بالتأكيد احنا نقول تعرف يعني احنا معارضة، بمعنى المعارضة ما عندنا، يعني انت الآن اللي يريد تدخل بالعملية السياسية ألف علامة استفهام يخلون عليه، فمعارضة بمعنى المعارضة ما للأسف بشكل الديمقراطي يعني مثل ما موجود في بريطانيا وفي السويد وفي أمريكا ما عندنا. لهذا احنا ما نقول حكومة قدر الإمكان أن تكون جامعة بالنسبة لنا، يعني هذا نقصده، لكن أيضا احنا نضع معيار آخر لربما الآخرين ما يخلوه بس احنا نخليه، هو أن تكون حكومة قادرة على اتخاذ القرار وقادرة على تنفيذ القرار، يعني مو بس تتخذ القرار، تتخذه وتنفذ القرار. من غير هذا ما يكفي بس تكون عندك حكومة تمثل الطيف السياسي العراقي، إذا ما راح يكون قرار واضح وقرار ملزم وقرار ينفذ، فإذا هذه الحكومة تصبح مجرد حكومة ورق لا أكثر ولا أقل، وتكون حكومة للتفرقة وليس حكومة لوحدة المجتمع العراقي. أنا باعتقادي العملية الديمقراطية لا تزال عملية جنينية في العراق، ستنمو بإذن الله مع الوقت، يعني هذا ما نتأمله وهذا ما سنعمل من أجله، وأن تنمو بشكل سليم بحيث لن يكون أحد خارج هذه العملية، وأن تكون هذه العملية هي عملية الشعب العراقي وليست النخب العراقية.
وأن الشعب العراقي هو يكون بالنتيجة هو صاحب القرار، وليس العراقية وليس إياد علاوي وليس جلال الطلباني وليس نور المالكي، هؤلاء هم سيكونون الشعب العراقي، يعني سيكون صاحب القرار. شكرا. سؤال آخر سيدة هناك باختصار شديد لأنه لم يعد معنا كثير من الوقت. لا وتعبنا همينا بعد عندنا تعبنا أقول لك همينا لأنه هناك جلسة أخيرة دكتور. هذا سؤال الأخير. أشكرك على وقتك. تفضلي دكتور أسماء. التقيتم قبل ساعات مع السيد السيستاني، ما الذي أسفر عنه اللقاء؟ وفي نفس السياق أين تلتقي علمانية إياد علاوي منطلق الإجماع المقصود من طرفكم للمرحلة المقبلة من استقطابات الأطياف الأخرى؟ شلون العفو الجزء الثاني من السؤال ما سمعت وفي نفس السياق أين تلتقي علمانية إياد علاوي منطلق الإجماع المقصود من طرفكم للمرحلة المقبلة من استقطابات الأطياف الأخرى؟ نعم احنا العلمانية تفسيرنا لها مو هي الموقف المعادي للدين، بالعكس احنا تفسيرنا لها هو احترام الدين واحترام الطوائف، ونعتبر الدين جزء من الهوية، هويتنا بالعراق يعني، وهويتنا في الدول في بلداننا العربية يعني، والانتماء للطائفة الفلانية أو الفلانية سواء كان دين الإسلام أو الأديان الأخرى، والانتماء للطائفة أو للمذهب أيضا هذا جزء من هوية الإنسان. لكن احنا نقول في العراق أنه هذا لا يجوز أن يكون مدعاة للتمييز بين المواطنين، أنه هذا سني وهذا شيعي وهذا مسيحي وهذا مسلم وهذا كردي وهذا عربي وهذا تركماني وإلى آخره، هذا لا نقبل به، لا يجوز. بالنسبة لزيارتي لسماحة السيد السيستاني، طبعا هي زيارة مهمة وفي وقت مهم، لأن هناك من يذكر أن المرجعية في العراق المرجعية الشيعية تقف بالضد من الجهة الفلانية والجهة الفلانية وإلى آخره، وكانت زيارتنا للسيد واضحة وهادفة، وأكد أن المرجعية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأنها لا تدعم أي مرشح معين، وإنما هي تدعم التشكيل السريع للحكومة العراقية. وطلب من عندنا أن نعقد مؤتمر صحفي في دارة السيد سماحة السيد السيستاني، وفعلا قمنا، وكان يرافقني مجموعة كبيرة من الأخوان من القائمة العراقية، الأخ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، الأخ رافع العيساوي، الشيخ حسين الشعلان، الشيخ عدنان دنبوس، السيد رضوان الكذار وآخرين. ولربما أذكر شيء مهم قاله سماحة السيد السيستاني، يقول أنا جئت إلى العراق من أكثر من 60 عام تقريبا، بحدود 60 عام، وكان العراق يزهو حين ذاك، هذا ما قاله، وليس كالوضع الحالي، ما يقصد الوضع السياسي، يقصد الوضع العام بالبلد يعني الاقتصادي والخدمي والمعاشي وإلى آخره. وهذا كلام حقيقة كلام متوازن وكلام حقيقي وكلام هادف، وإذا أردنا لو مردنا سماحة السيد وكل مراجع الدين سنة كانوا أم شيعة، مسلمين كانوا أم مسيحيين أم صابئة، هم محط تقديرنا واعتزازنا في العراق، وعلينا أن دائما أن نتواصل معهم، لكن يبقون خارج التفصيلات السياسية اليومية، وهذا حرص أكيد من العراقية أن لا تتدخل المرجعيات في الشؤون التفصيلية السياسية اليومية للعراق. وأعتقد كانت الزيارة بشكل عام زيارة موفقة، وطالت الحقيقة يعني أخذت من الوقت طويلا يعني، حتى صلاة الظهر شوي تأخرت يعني لهذا السبب الحقيقة. شكرا. ونشكرك دكتور إياد علاوي على كرم الإجابة على كل هذه الأسئلة. شكرا. ونعلم تماما بأنك وصلت اليوم صباحا فقط، نقدر ذلك ونقدر وقتك، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لمن لم يتمكن من طرح أسئلته أن نتمكن نحن في الجزيرة من طرحها عليكم في مناسبات قادمة إن شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا.
إذن حضورنا الكريم، كان هذا اللقاء مع الدكتور إياد علاوي. ننتقل الآن مباشرة لجلستنا الأخيرة، وهي مخصصة للعالم العربي والإسلامي، العقد المقبل. هذه الجلسة طبعا يديرها الزميل علي الظفيري، أدعوه ليتقدم مشكورا، وبدوره سيقدم ضيوفه في هذه الجلسة التي تكون الجلسة الختامية.